واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتمكنت على مدار شهر من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في هذا الإطار. تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها الحاسم لجرائم جلب والإتجار وترويج المواد المخدرة، محققة نجاحات كبيرة في هذا المجال. واحنا عيوننا دمل صحية ورجالتنا في كل ناحية، هي حرب وحربنا مش هينة. فقد تمكنت على مدار شهر من ضبط 5941 قاضية مواد مخدرة، نجحت خلالها في ضبط قرابة طن و234 كيلوغرام من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش تزن قرابة طن. كما نجحت في ضبط نحو 165 كيلوغرام من مخدر الهيروين ونحو 46 كيلوغرام من مخدر القات وقرابة 74 كيلوغرام من مخدرات الشابو والفود والستروكس. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، نجحت في ضبط نحو 92 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وأكثر من 37 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر، ونحو 20 ألف قرص لعقار الكبتاجون. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 109 ملايين جنيه. اللي بيضل في ولادنا واللي بيحارب بلدنا مش هيفلت من ايدينا، لابد يعرف غلطته. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية بلغت قرابة 62 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. النتائج الإيجابية المحققة في إطار المواجهات الفاعلة لجرائم الإتجار في المواد المخدرة تؤكد على احترافية الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، بما يحافظ على المجتمع من تداعياتها وآثارها السلبية.